تم رجليا يا جماعه خلي بالكم من ريتسا. ريتسا دخلت في رجلك. هو انا بصي يعني انا ما لحقتش عايز، انا ما كنتش عارفه ان في ريتسا في البحر الاحمر. لا في السخنه، ريتسا في السخنه يعني عارفه بصحتها كده، تحسي ريتسا بصحتها عارفه. دخلت 20 شوكه في رجلي. انت كنت ماشي على البحر ولا ايه؟ لا انا داخله لسه، انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم وداخله البحر لسه، فداخله على البحر كده لزقت في جنب رجلي، يعني مش حتى مش تحت، لا في الجنب نفسه. معلش سؤال، هي بتبقى صحيه على الصخر؟ يعني هي بتبقى صحيه. صحيه على الصخر. هي شكلها زي ما يكون هي ما تنسيها تنفش وتروح تخش في رشقه، فرشقت والحمد لله ان انا طلعتهم كلهم بتاع 20 شوكه كده ولا يعني 12 يعني مش عداهم بس كتير. انا مخرمه كده عارفه، متخرمه كل رجلي، وقعدنا نشيلهم كلهم طبعا بايديك. وبعدين انا افتكرت افتكرت ان انا عندي تمزق في الاربطه من كتر ما انا مش قادره ادوس على الارض لمده اسبوع. مش قادره ادوس على الارض، فلما لقيت الحمد لله طلع مش تمزق في الاربطه، طلع هو في التهاب شديد حصل نتيجه في دخول الشوك، نتيجه دخول الشوك اللي جوه لمس حاجات. فانتي بيوتك بقى وحاجات، بس هي النقح جامد شويه. سلامتك حبيبتي بعد الشر. خلي بالكم فعلا، خلي بالكم على الولاد الصغيرين. صح، لازم جزم البحر. انا كنت لابسه جزمه كده، مش جزمه، حاجه بلاستيك كده شبه حاجه فيها فريم من ورا كده، كاوتش كده، وكنت داخله بيه على اساس ده اللي لقيته، لان انا كنت ناسيه الجزمه المخصوصه بتاعه البحر دي المحببه دي. بس دي بتبقى مفيده جدا، صح، تحمي من الصخر طبعا، كانت حمايتك. في ساعات كتير الصخور بتعور، فالحاجه كده زي الشراب كده بس كاوتش، هي تحمي من كل التفاصيل. انا دخلت على البحر وخرجت تاني يا حبيبتي، الحمد لله. وسافرت على مصر، ودي كانت اجازتك الصيفيه. ورجعت على القاهره بقى اشعه بقى وحاجات، ويعني رجعت اتفسحت الحمد لله.